تحت عنوان رؤية الحكومة 2030 وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي، انطلقت القمة السنوية 7 لقطاع السيارات إيجيبت أوتوموتيف. قضايا هامة ناقشها المؤتمر، ومنها الإعلان بشكل رسمي عن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات ومناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار وغيرها. الجمع ده جمع كبير مشرف، يعني من كل المختصين في مجال قطاع السيارات ضروري ان احنا نكون متواجدين فيه. اهتمامنا مش بس في الزيوت، اهتمامنا بصفه عامه بقطاع السيارات، الزيوت والخدمات والمستقبل. فوجودنا دايما في المؤتمر بالذات في مؤتمر ايجيبت اوتوموتيف اللي ليه مكانه خاصه وليه وزن خاص الحقيقه في كل الحوارات اللي بنتكلم فيها. اولا كشركه شال احنا شريك زي ما بقول مش مجرد لتوريد زيوت، ولكن تصنيف الزيوت وتقديم الخدمات وما هو بعد الزيوت يعني والمستقبل. اهتمامنا ان احنا نكون موجودين، عايزين نعرف ايه هي الخطط اللي موجوده حاليا على الساحه بالاخص طبعا في مصر، التحديات اللي موجوده اكتر من التحديات الحقيقه ايه هي الحلول اللي ممكن نتكلم فيها مع بعض، لان هي تحديات كثيره ومش هتنتهي. يعني خلينا نتفق على ان التحديات مش هتقف، هو اهم من التحديات احنا ازاي هنتخطى التحديات دي، وايه هي الركائز الاساسيه، ايه بيسموها الرود ماب، ايه الخطه اللي هنمشي عليها، لان في خطه وكل ما الدنيا بتزنق زي شويه ما بيقولوا كده، كل ما يبقى فيه امكانيه لفرص جديده المفروض نعرف نتكلم فيها ويمكن تساعدنا ان احنا نتخطى الطريقه المتداوله اللي بنعمل بيها الشغل، ونتكلم عن السستينبل انرجي، بنتكلم عن الالكتريك فيكلز، وبنتكلم عن ديفرنت تايب اوف فيوتشر يعني مستقبل مختلف، ويمكن هي دي اللحظه اللي المفروض نفكر فيها بشكل اسرع وبشكل مجمع. Our participation in this conference, obviously being market leaders in Egypt in the automotive business, all right, is more to set the perspective for the future, the challenges we face and potential solutions. And that's what we are doing at the conference today, to share what the opportunities are and what solutions we can bring to the table as an industry to really focus on industrialization of this sector in the next 5 to 10 years. So as we see the market, as we see globally, the market is in a very challenged situation when it comes to the automotive sector, and primarily because of the semiconductor crisis, and two, because of the Russia-Ukraine conflict, right? This has certainly impacted developing countries like Egypt, both in terms of availability and affordability, right? And the solution that is clearly in front of us is to have a higher focus on industrialization of this sector and to manufacture locally. And in this regard, it's a joint partnership between the government and the private sector, where we are coming up with a policy, which is the Automotive Industrial Development Policy, which will certainly incentivize automotive players, whether OEMs or local players, to look at assembly of product locally in Egypt, and then build up the competitiveness of Egypt to make it into an export hub. This is our vision, for sure. This is our intent. And obviously, like I said, this cannot be done without the collaboration of the public and private sector. احنا المؤتمر دي الدورة 7، احنا بنعمل مؤتمر بيضم فيه الجانب الحكومي وكافة العاملين في قطاع السيارات، سواء منتج، مصنع، صناعات مغذية، مستورد. الهدف منه ان احنا بنناقش قضايا هذا القطاع مع الجانب الحكومي، بنطلع منه بتوصيات بنقدمها للجهات المعنية. احنا الدورة، انا نتشرف طبعا ان احنا الدورة 7 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ودي مش اول مرة يدعمنا فيها، دي المرة 5 بحضور الوزراء المعنيين، وده اكبر رسالة لهذا القطاع ان الدولة مهتمية جدا لأبعد الحدود بتوطين صناعة السيارات في مصر وتقديم منتج يتماشى مع طبيعة المستهلك المصري. توصيات مبدئية ان احنا بنتكلم عن سرعة الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات، او بمعنى ادق الإعلان عن تنفيذها، آليات دخول الشركات لهذه الاستراتيجية،
بنتكلم عن الحافز الأخضر اللي بياخده في العمليات الإحلال والتجديد، إن إحنا بنطالب بزيادته مع ارتفاع الأسعار. ما ينفعش يبقى الحافز 2% أو 8%، طالب بزيادة هذا الحافز، وده اللي وعدنا بيه وزير المالية إن هو هيتم مناقشته الفترة اللي جاية. بنتكلم عن النقطة المهمة جدا، التحول الأخضر، إن في بعض المنتجات هتتحول إنتاجها من سيارات بنزين أو سولار إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وبالكهرباء. وبالفعل إحنا عندنا هنا عارضين 3 منتجات، منهم 2 بيتم إنتاجهم في مصر، تماشيا مع قرارات رئيس الجمهورية، ومن ضمنها اللي امبارح أقر إن بيتمنى يشوف الأوتوبيس مصري من دون إن إحنا نلجأ للاستيراد. وفعلا إحنا عندنا شركات قالت إن إحنا عندها قدرة لصناعة أوتوبيس النقل الجماعي الكبير، وده تماشيا مع رغبة الحكومة، وإن شاء الله هتشوفوا منتجات كتير أول الفترة اللي جاية. ميسان يعني مشتركة النهاردة في الحدث اليوم لمناقشة طبعا التحديات اللي بتمر بيها الصناعة على يعني الحالية والمستقبلية، وبرضو مناقشة الفرص الموجودة بالنسبة للمصنعين للسيارات في مصر. طبعا النهاردة اتكلمنا في الاستراتيجية اللي يعني معالي رئيس الوزراء كان أشار عنها في أكتر من حدث، والاستراتيجية دي طبعا محور وارتكاز مهم جدا لتطوير الصناعة في مصر ولضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات اللي احنا يمكن بقالنا مدة كبيرة أكتر يمكن من 20 سنة ما كانش صناعة العربات في مصر واخدة الاهتمام اللي واخداه دلوقتي. طبعا المحاور بتاعة الاستراتيجية مهمة جدا لكل المصنعين، مش بس نيسان، لكل المصنعين في مصر، قايمة على حجم الاستثمارات اللي بتستثمر، قايمة على يعني حجم التصنيع المحلي والقيمة المضافة في المنتج والعدد الكمي اللي احنا ممكن نقدر نوصل بيه، بس مش نغطي يعني احتياجات السوق المحلي، ولكن الدول المجاورة وبالذات الدول في قارة أفريقيا. نيسان هي طبعا الشركة الوحيدة العالمية اللي استثماراتها 100% في السوق المحلي، بتملك مصنع وإدارة بالكامل من الشركة الأم في اليابان. خططنا في الفترة اللي جاية ان احنا الاهتمام بالصناعة ووضع مصر في محور يعني يبقى بيسبلاي او بيورد او بيصنع العربيات الصغيرة السيدان والاس يو في، مش بس للسوق المحلي ولكن لقارة افريقيا كلها يعني.